وللمزيد من المتابعة وتحليل حول مشروع مستقبل مصر وأصداؤه المختلفة في كافة المجالات والارتقاء بحياة الإنسان المصري، انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة. أستاذ محمد، يعني المسؤولية مشتركة ليست على الدولة أو الحكومة فقط، لكن أيضا يتدخل فيها مؤسسات المجتمع المدني، ويتدخل فيها القطاع الخاص، ويتدخل فيها الفرد من أجل الإنجاز وتحقيق الحلم. كيف ترى هذه المسؤولية المقسمة لتحقيق الهدف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. يعني في البداية عايز يعني أوضح لحضرتك أن الدولة المصرية بتشهد كل يوم إنجاز جديد، والشعب يقف خلف الرئيس السيسي ويدعمه في مسيرة الإصلاح والبناء، لأنه لم يرى هذه الإنجازات طوال 30 عاما مضى أو أكثر. يعني احنا بنتكلم عن نحو حوالي 7 سنوات من بداية حكم الرئيس السيسي، قائد معركتي البقاء والبناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، الذي جعل مصر أم الدنيا من جديد. يعيش في وهم من يعتقد أن الشعب سينسى مصر قبل 30 يونيو والفساد الذي استشرى فيها والتحديات الكبيرة التي كانت تشهدها خلال 30 عاما الماضية. يعني ما نحن فيه الآن بعدما جاء الرئيس المنقذ للوطن عقب ثورة 30 يونيو المجيدة وأعاد الريادة لأم الدنيا، يعني يعيد مصر إلى قوتها وكلمتها. طبعا ده خلى أصوات الشر والأوهام تلاشى. يعني بنتكلم ان مصر خاضت تحديات خطيره في سيناء وشرق المتوسط وليبيا، وانتصرت فيها من خلال قوه الردع التي امتلكتها مصر وجيشها الابي واجهزه معلوماتها المحترفه. طبعا الامر ده جعل من يفكر بالمساس بحقوق وامن مصر يعني يعمل الف حساب قبل الاقدام على ذلك. يعني هنا لو اتكلمنا حضرتك عن الامن الغذائي، تحقيقه يعد ابرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمه والناميه. ده بيتطلب ان تكون الدولة قادرة على انتاج واستيراد الأغذية التي تحتاجها وتخزنها وتوزيعها. تمام، يعني حضرتك ضمان حصول المواطنين عليها لازم يكون بسرعة عادلة ايضا. يعني مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فقط، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. طبعا ده شفناه وكان واضح بشكل كبير عقب جائحة كورونا ومع الأزمة الروسية الأوكرانية. طبعا بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة للقيادة السياسية المصرية، فإن هناك بعض المحاصيل والسلع التي استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، بالإضافة إلى فائض للتصدير أيضا. احنا بنتكلم دلوقتي الدولة كانت شغالة قبل كده على احتياط استراتيجي أو مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية 3 شهور. السيد الرئيس السيسي كان له توجيه مختلف أن يزيد الاحتياطي والمدة لمخزون استراتيجي يصل ل6 أشهر. طبعا ده امر مهم وليه دور كبير. يعني حضرتك لو اتكلمنا عن مشروع مستقبل مصر، بيساهم المشروع في مواجهه التحديات الطارئه اللي نتجت عن التغيرات الاقليميه والعالميه، في ظل اعتماد مصر الكامل على عمليه الاستيراد في مجال الحبوب، وده طبعا بنسب متفاوته في كل سلعه. يعني حضرتك لو اتكلمنا هنا عن دور القطاع الخاص، لا يقل اهميه عن دور المجتمع المدني ايضا، فالدوله محتاجه كل قطاعاتها وكل أجهزتها تكون موجودة وتشارك بقوة. نعم، وبالتالي المسؤولية أيضا تمتد للفرد. يعني دعنا نتحدث بشكل أكثر تحديدا، القضية السكانية والنمو السكاني وكيف يشكل سلاح ذو حدين، إما أن تكون منتجا أو إما أن تكون عبئا على استهلاكاتك واحتياجاتك الخاصة، ومن ثم تدخل في التحدي الأكبر وهو توفير هذه الاحتياجات. بالطبع يا فندم، يعني حضرتك معروف الزيادة السكانية يعني تنهش التنمية، ده في رأيي طبعا، ده معروف. فالدولة بتبذل مجهود كبير وتوفر تعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع في مختلف الأسواق. شفنا النهاردة السيد الرئيس رسالة قوية ومهمة من سيادته لما اتكلم عن زيادة عدد السكان في خلال 10 سنوات الأخيرة نحو 20 مليون. طبعا ده بيتطلب أن يكون الإنتاج موازي لهذه الزيادة، وإلا تحدث المشاكل والأزمات. لكن الدولة أيضا عملت خلال 7 أو 8 سنوات الأخيرة على توفير الاحتياطي وعمل خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الزيادة السكانية. طبعا شفنا رسالة مهمة من السيد الرئيس النهاردة بأن الدولة مسؤولة أيضا عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام،
طبعا ده مش هيحصل غير من خلال تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية. طبعا أنا يعني أؤيد الفكرة التي أعلنها الرئيس اليوم ووجه بدراستها، وهي الأراضي الفارغة في المحافظات عشان نعمل أسواق جديدة يعني توازي أو لضبط الأسعار، وخصوصا مع الزيادة السكانية. يعني هنا الدولة مستعدة للتحرك في برنامج سريع، نعم، عشان يدخل كمان تجار الجملة في الأمر ده، بدل من أنهم بيشتروا السلع ومن أسواق زي العبور أو مدينة نصر أو نعم، هي المنظومة المتكاملة التي يجب أن تتكامل وتتناغم في نفس ذات الوقت لتحقيق الهدف المنشود. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد مخلوف، الكاتب الصحفي بمجلة آخر ساعة.